لكن اليوم سنتحدث عن الأمر الأكثر تدميرا لموقف ترامب. وفق ما تقول بوليتيكو هو أن محاميه الرئيس كرر في بيانه الافتتاحي وصف دانييلز بالكاذبة، وكرر أيضا دعاءات ترامب ضدها، أمر تقول الصحيفة بأنه قد يهدد مصداقية المحامي أمام هيئة المحلفين. حدث خطأ كبير آخر في استجواب محامية الدفاع لستورمي دانييلز، فقد بذلت مجهودا كبيرا للإشارة إلى أن دانييلز قد غيرت قصتها بمرور الوقت وكان دافعها الأساسي هو المال. كما أن بوليتيكو تقول أيضا بأنه من السيء جدا أن يتمكن الشاهد من إحراج المحقق كما فعلت دانييلز. يبدو أن الفريق القانوني لترامب افترض أن دانييلز كانت غبية على حد وصف الصحيفة، حتى قبل أن محاكمة شراء الصمت قالت بوليتيكو أيضا إن بداية محامي ترامب لم تكن جيدة. ملفات ترامب أمام المحكمة كانت محملة بانتقادات ادعاءات حول تعرض ترامب للاضطهاد السياسي.